خلينا نروح بقى لمجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة كابتن محمود الخطيب لناقش العديد من الملفات كانت مهمة جدا تخص قطاعات النادي المختلفة، وفي قرارات كمان اتخذت كالتالي: تكليف السيد إبراهيم الكفراوي بوضع رؤية تطوير النشاط الرياضي، وذلك بالتنسيق مع الكابتن محمود الخطيب لعرضها على مجلس الإدارة. ثانيا، تكليف دكتور هاني محمود بوضع رؤية وتصور للتنمية البشرية داخل النادي بالتنسيق مع الكابتن محمود الخطيب لعرضها على مجلس الإدارة. ثالثا، اعتماد اللائحة المقدمة من المهندس وليد مبروك رئيس اللجنة العليا للجان اللي بتهدف لتوسيع المشاركة، وكذلك وجود ممثلين في الفروع داخل اللجان. كمان تضمنت القرارات تفويض الكابتن حسام غالي بحضور الجمعية العمومية للاتحاد المصري لكرة القدم اللي هتنعقد خلال شهر يناير المقبل إن شاء الله لانتخاب مجلس إدارة جديد. كمان استمرار رئاسة المستشار محمود فهمي للجنة القانونية على أن يقوم بتشكيل اللجنة، اختيار السيد محمد عثمان مستشارا قانونيا للنادي الأهلي، تشكيل لجنة برئاسة محمد الغزاوي عضو مجلس الإدارة وعضوية محمد الضماطي ومحمد الجرحي عضوي المجلس، وأيضا لمياء مختار مساعد وزير الاستثمار والتعاون الدولي السابق مستشار رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي. وكمان تم تكليف اللجنة بالاستعانة بمن تراه مناسبا لتحقيق أهدافها، وذلك لتطوير كافة موارد النادي الأهلي. طيب.